أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهى ولا واخفض لهما جناح الذل جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي صدق الله العظيم.
اخر